السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة بتكلم عن الطموح وعدم اليأس. في بعض الناس بتقول أنا مش هقدر، ده صعب ومستحيل، ده مش ممكن، وأنا بقول لا، ما فيش حاجة اسمها صعبة ومستحيلة. بالتأكيد الناس المحيطة بينا بتأثر علينا، يعني مثلا لو أنت عندك هدف وعايز مثلا تحققه، لو الناس المحيطين حواليك بيشجعوك عليه وبيساعدوك فيه، ويبقى دولت بيتمنوا لك النجاح، ودول ليهم فضل عليك ان هم عايزينك تبقى انسان ناجح. لو بقى ان الناس المحيطين بيك يعني بيحطوا لك العواقب قدامك، بيصعبوا لك الفكرة، بيقولوا لك لا، وانت مثلا عندك الهدف بتاعك، بيقولوا لك مثلا لا ده مش هتقدر تعمله خالص، ده صعب جدا، ازاي مش هتعمل كده، ويفضلوا يحطوا لك حاجات ان انت مثلا ما عندكش امكانيات. وانت بعد كده هتبتدي ان انت برضه تجيب ده برضه لنفسك، هتبتدي برضه ان انت برضه تجيب اعذار بعد كده لنفسك لما هم يقولوا لك كده. انت لو انت سمعت كلامهم هتبتدي ان انت تجيب اعذار لنفسك، تقول اه فعلا ده انا ما عنديش امكانيات كافية للحاجة ديت. فانا بقولك تعمل بالامكانيات الكافيه اللي عندك، حتى لو الامكانيات بسيطه، المهم ان انت تبدا. المهم لو انت بدات هتكمل، حتى لو الامكانيات بسيطه ممكن بعد كده تسيطر عليها. يعني انا مثلا من شهرين ونص كان اتصورت مجموعه من الصور، بس هو مش ده هدفي، يعني كنت متصور مجموعه من الصور انا والاسره، فمكنتش عارف احفظها ازاي، كنت بفكر ان انا احفظها في فيديو يعني من الصور. والتصوير كان بالموبايل، كان بالموبايل العادي. فاخر حاجة بحثت على جوجل، كان في النت بس، مكنتش عارف اي حاجة في النت، كان في النت بس ان انا ادخل بس على صفحتي بس في الفيسبوك وببحث بس في جوجل كده وخلاص. لكن لما عملت الفيديو ده اللي هو معروض قدامكم على الشاشة ده، بعد ما عملته واتعلمت كمان ان انا اعمل عليه برضه دخلات، يعني كل فيديو وكل قصدي صورة ما بين الصورة والتانية، كل صورة يبقى ليها فتحة للتانية، يعني مثلا مرة بنجمة، مرة بقلب، مرة بمكعبات، مربعات، ويحدد كمان وقت المشاهدة لكل صورة. فبعد ما عملت الفيديو ده لقيت ان كان شجعني ان انا اعمل فيديو تاني بعديه، وفعلا عملت. وبعدين قلت ده في ناس كتير بتنزل فيديوهات على اليوتيوب، ففكرت قلت ان انا برضه ممكن انزل برضه فيديوهات على اليوتيوب. وانا ما كانش عندي حساب على جوجل، فعملت على جوجل الحساب وعملت قناة على اليوتيوب وبدأت انزل عليها الفيديوهات. طبعا مش اليوتيوب بس اللي انا بقيت عرفت فيه يعني في الشهرين ونص ده، في حاجات كتير جدا، يعني مثلا عملت حسابات على حاجات تانية، يعني مثلا تويتر وانستجرام وحاجات تانية. وطبعا مش هو ده هدفي، انا لسه عندي اهداف تانية، ده كان مجرد تسلية بس، بيبقى يعني تسلية يعني ليا، وانا هدفي غير كده. انا بس بتكلم يعني عن الناس اللي هم عايزين يحققوا اي هدف، ان هم لو في اي ناس يعني بتحاول ان هي تمنعها يعني عن الهدف، او ان هي مثلا يعني بتحط لها يعني صعوبات، بتقول لها لا مش هينفع كده، فانا بقول لا، لازم يبقى عندك ثقة بالله وثقة بنفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعاء.